تغيير البواقي او شماعات الاحتراق السبارك بلاكس في 2008 تيوتا هايلاندر امريكي. طبعا هذه الحاله تحتاج يعني خاصه الهايبريد العاديه سهله الجازولين، اما الماكينه الهايبريد اللي هي نص كهرباء نص جازولين فتحتاج يعني شغل كثير جدا جدا. فهذه طلع الوايبرز المساحات و بوكس الهواء البوكس يقل فلتر الهواء كل شيء يطلع. البلاكات هنا لمين فولد يعني شوف يعني 4 ساعات تقريبا شغل. هذا هنا انتيك مين فولد، هنا الهواء الاير باكس، وهذا هنا غطاء هنا الفرارة باري. الشغلة مش سهلة يعني تاخذ 4 ساعات، بس محترف مش اي واحد يركب، ضروري تكون ميكانيكي فنان فاهم بالشغلة تمام. 2008 تويوتا هايلاندر هايبريد.